السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة جسي محسن. مرحبا بكم في الفيديو الثاني من لي بروتيكسيون بليزون غوشمو اللي كيكونوا في ليتيود تكنيك دي بروجي روتي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الديسان ديالهم في لوجيسيال اوتوكاد. دونك بالنسبه للمعطيات الاساسيه اللي غنحتاجو، النيفو ديال بي اش او باش كنخليو 50 سنتيم في لا غوفونش، عندنا ايضا الكاليبر 500 300 ملي لقينا عن طريق لا فورميل اصباغ. دونك بالنسبه لي كونديسيون مينيمال اللي غناخذو بها الاعتبار، ديامتر مويان 0.40 متر، دو دي كتساوي 0.80 متر، 3 دي كتساوي 1.20 متر، و 5 دي كتساوي 2 متر. وبالنسبه للشال عندنا السنتيام، دونك اي فالور بالمتر كنضربوها في 10. دونك نخليكم مع لي زيتاب ديال هاد لاطاش.